مايكروسوفت هنا بعدا بالاسم ديالك والفريق اللي حنا المنصوري رئيس نادي لكرة القدم النسوية نادي بساتي لكرة القدم النسوية. شنو نقول لك المقابلة كانت في المستوى واخا ما كانش محالفنا الحظ اننا نسجلوا شي هدف على الاقل هدف كنا باغيين زعما المنتخب واخا غير هدف نسجلوا كانوا عندنا فرص الحمد لله ما قديناش نسجلوا واللعبة ديالنا في المستوى تبارك الله عليهم لعبوا أحسن لاعب المدرب ديالنا تبارك الله عليه والحمد لله أننا عندنا مدرب مغربي في المستوى مثلنا أحسن تمثيل وبركة علينا غير هرسنا الخطة التكتيكية لكرواتيا هذا الشيء اللي كاين وتبارك الله عليهم. إلا مشى بهاد الطريقة في اللاعب أنا نظن يعطي ويعطي أكثر. الأخطاء أنا جاوني كاع كانوا مزيانين كاملين اللعابة كانوا مزيانين سواء اللي دخلوا ولا اللي كانوا اللي باقي ما دخلوش تبارك الله عليهم. بغيت تهضر لنا شويه على التخصيص ديال النادي ديالكم كيفاش تخصص النادي. انا في الاول انا بديت في 2019 كونت واحد الفرقه نسويه اللي كنت ناويه انني غير نشط بها ما كنتش دايره انني ندخل البطوله ولا نشارك في البطوله. جاتني الفرصة في 2000 في أواخر 2020 باش شاركت كنت درت واحد الشراكة مع واحد النادي اللي دخلنا شاركنا في بطولة عصبة الشرق بعدها المهم شاركنا ما وصلناش ما حالفناش لحد نوصلوا من بعد أسست نادي كنت دايرة في الأول غير جمعية أسست نادي مختص غير بكرة القدم النسوية اللي شاركت ثاني مع واحد النادي اخر وما ثاني ما حالفناش لحد ومازال راني ناويه الخير القدام ما كان ياش انايا ديما كان نقول راني غادي نوصل والحمد لله هذا العام دخلت مع المولوديه الا كتب الله نكملوا ان شاء الله والعام الجاي ندير فرقتي اللي ديالي ندخل بها انايا مثل بها للجهه. شنو المشاكل اللي كيصادفوكم مثلا في الديبلاسمون؟ في الديبلاسمون عندنا بحال مؤخرا كنا حنايا الفرقه ديال نادي البساتين حنا اللي كنا مثلنا جهه في دوري مونديال قطر لقينا مشكل في الترونسبور اللي ما لقيناش اللي يوفروا لنا كنا درنا طلبات عده للمسؤولين ما وفروا لناش. الحمد لله لقينا محسنين هما اللي وفروا لنا ترونسبور مشينا مثلنا الجهه واخا لقينا عراقيل تما يعني ما خديناش نقول بحال اللي تظلمنا داكشي اللي كاين. المهم مثلنا جهتنا ومثلناها احسن صوره بعدا خداو علينا بلي خداو نظره زوينه علينا حنا الوجاده المهم خلينا بلاصتنا نقيه كما يقول. كشويه دعم من الجهات المسؤوله انا ملي بديت ما خديت لا دعم لا والو كندعم راسي والنادي ديالي كندعمو راسي ما كانش اللي يدعمني واخا حتى نهضر ما كانش اللي يعاون. مؤخرا قررت انني بوحدي نطاكي حتى نوصل النادي ديالي داكشي اللي راني باغيه. نقول لهم راكم مزيانين تبارك الله عليكم كملوا بهاد اللاعب اللي راكو بهاد الطريقه وبهذا اللي راكو لاعبين وبالتوفيق لهم كاملين.